يا جماعه انتوا هتزعقوا لنا بوش الخير ولا مش هتزعقوا؟ ده ما زعقوش حاجه خالص ولا الاغاني خالص اللي احنا قلنا عليها. زعقش ليه بس يا عموره؟ ما زعقوش يا فندم. زعقت واحنا راجعين. لا زعقت بس انت ما سمعتهاش. بجد؟ اه طبعا زعقت. يا جماعه يعني كده خلاص الناس زعقت بوش الخير. ما تغنى لنا يا عمرو والنبي. الدخول بس كده. يا فندم ما تحرجنيش اكتر من كده. عشان خاطري بقى. يا فندم ما تحرجنيش اكتر من كده. قول اللي انت كنت بتقوله لي يا عمرو. هسمعه لكم دلوقتي. هسمعه لكم. طيب. والله يعني بقول لك الانطباع الاول يدوم. طيب أوه. ما هو الانطباع الاول اللي هو ايه؟ ثانية واحدة. لا يعني انا مغنيها يعني. فهنسمعها لهم دلوقتي حالا حالا حالا. انا يا ابني هي اتزعق. هي فندم بوشة خير اهي. ما هي اتزعق من هنا يعني. مش عارف ايه يعني. هي اتزعق من على الموبايل يعني ولا ايه؟ اللي انت بتعمله. يا عم انت بتكلم حد في التليفون يا جماعه. هو ده جديده دي. انا اول مره اشوفها في الحياه. لا دكتور اول مره اول مره اشوفها في الحياه. معاك ومعايا ومع تومه. فالموضوع مش طب اسمعوا دي اسمعوا البرنامج يعني. طب يا جماعه هو ده عمرو مش هيقدر يعمله.